السلام عليكم حبيب ديالي، كيفاش نتوما؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كل بلوك كنعد لكم كنقول لكم يمكن هذا اخر بلوك غتشوفوني قبل الولاده وباقي ما كتفشي. المهم عرفتي اي نهار اذا شفتوني انني غبرت عرفوا بان خلقت الايام. بوانا حبوبات دابا جاتونا غادي نخرج انا واسامه. هاي اسامه. السلام عليكم، كيف نتوما؟ بخيرين هانيه، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وعافيه ان شاء الله يا ربي. جبرتونا خارجين صراحه، خارجين غير نتسخروا ماشي شي حاجه، خصها السخره الدار تقادات لنا السخره. غنمشيو نتسخروا ونشوفوا واش نلقاو الزيت. الزيت بغيت تقادات لنا الزيت بيضاء ولات بحال بحال اللي كنقلبوا على الذهب والله الا ما غنمشيو. صراحه حنا ما كنستعملوش بزاف بزاف الزيت بيضاء، ولكن كنتمنى يا ربي نجبروها. لكل خير غنمشيو نتسخروا، ديكم معنا شوفوا شنو كاينه. اتمنى كلشي 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 طلع مفوقي بزاف، طلع بزاف. بغيت نعرف الناس ديال اسبانيا ملي كتسخروا عندها. صراحه حنا دائما كتسخروا ميركادونا، غير شنو انا لاحظت بان ميركادونا مؤخرا بقات كتطلع اسمنه بزاف 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 صراحه. يعني ناس خوستو، ناس خوستو على حساب يعني الصراحه خصو يكون داكشي على قد استطاعه الناس اللي ساكنه في ديك البلاد، ما خصهمش يطلعوا اسمنه بزاف. بوينو نتوما قولوا ملي كتسخروا رامينتي ملي كتظنوا السخره ماس ايكونوميكا كاليدات بريتيو تكون شي حاجه مزيان. صح كل نتوما ملي كتسخن نورمالمون اي بوينو. انا اسمي غنمشي اليوم ميركادونا، واذا شفنا شي حاجه في ميركادونا اللي نزيد لها الثمن بزاف يمكن غادي نجربوا شي حانوت اخر، شي سوبر ميركادو اخر. وخصنا فروطه الخضره، خصنا كلشي مضر معنا حتى شي حاجه، وعاد من بعد ان شاء الله نجيو نعملوا الغداء. المهم على كل نتوما ندوز معنا النهار. ابارتي خصنا نحلوا هاد الباكيتي هذا، كدار كخا كبيره بزاف. شرينا كلشي ديال الطونوبير ديال بيبي لايا ان شاء الله يا ربي. خصنا الصراحه من بعد نحلوا معاكم، وخصنا ابارتي نمشيو نغسلو الطوموبيل حتى نطرو المسخه ياك اسامه. صافي تجي تغسلي الطوموبيل. انا غسلتها من برا وغسل لي من داخل. حسب دابا نتوما عارفين بكري داكشي ما كنقدرش نحنين هيدا، بقى نسبيرار وداكشي. ومن بعد ان شاء الله خصنا نركبوه كرسي ساك. غنشرح لكم شنو كرسي شرينا وعلاش شرينا هذا وعلاش معنا سي ماكسي كرسي ديك ستيتو من ساك ان شاء الله نشرح لكم. دابا الله نتسخروا اول حاجه، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا داكشي اخر. الخفيفات ديالنا السخره تابعيننا. بقى نعرف ملي كنا في فرنسا كنا دائما كنستعملوا قفه ديال ميركادونا، ودابا ضروري وحده ديال اكسيون. ليتس جو يلا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله الشتي، والله يرحمنا الله يرحمنا يا ربي. الحمد لله عرفتي حنا ما شفنا الشتي وهيدا الحمد لله. عشنا نشوفوا الجو ياك. كنتمنى ولا ينتقلق في الشتا ان شاء الله ياك. ان شاء الله يا ربي. اول ملاحظه ما كاينش الطحن، الطحن مشى تقاضى. اللتشم باقي من بعدك؟ اللتشم كاين الحمد لله. الحمد لله يا ربي. هذاك اصلا الدات ما محتاجوش فيه بزاف، ما ماشي كيفيد ولا شي حاجه غير الخبز. الحمد لله. الحمد لله. ديو بانان كما كنا متوقعين ما كاينه حتى يترو الزيت. طبعا هذاك خرجنا من الميركادونا. بحال هذا ديبي بس كيحمقوني الصراحه، دغيا تعدلتهم في الدار، ولكن قلت لكم اصلا ما جاوش بحال سوبر ميركادو، مزيونين بيرو. نمشي بحال بحال بغيت نمشي بغيت نحمقني. معليش فهدت انا بالغدا فطرنا بالكريم. يا سلام برود الرجاء نعم. الحمد لله ديك الايام اللي كانت ديك الايام اللي كانت سخنت الدنيا الحويجات ديال بيبي لاين عندي الحويجات ديال الخروق كلشي ديال البرد ديال الشتوى شاري داكشي كلشي سخيخير. ملي بدات كتسخن الدنيا في كل مكان كنقول اوا عادي ما نقدرش نلبس الحوايج ديال بيبي، لكن الحمد لله رجع البرد هذا وقته. صح صح. دابا كنا خصنا نمشيو نسخرو الجزر، نمشيو لواحد بيسكاديريا هنايا في ايوالادا ضم المغاربه ديالنا. هاكولو نمشيو عند المغاربه ديالنا حسن، واخا تما كتهضر فيها الحوت، ولكن دابا مؤخرا بدينا كنمشيو نسخرو تماك. و ومن بعد نمشيو لباكستان اللي كيبيع الخضره والفروطه. هايدا نزيدو شي حاجه كثر الخضره والفروطه، دينا من هنايا التين والبنان، ولكن في الخضره والفروطه اخرى غنجيبوها من شي مطعم اخر. السلام عليكم حبيبات ديالي، ما عرفتش فين غنمشي باش ما تادريش الشميشه بزاف وتقدروا تشوفوني. من بعد واحد الصباح ديال الشتي واحد الشتي غزاله هنايا، الحمد لله خرجت الشميشه الحمد لله يا ربي الله يرحمنا. صراحه ما حشم في الشتا. هاد الفيديو هذا كنسجل لكم نهار اخر، كنت غادي نسجل معكم بلوك نهار كامل، ولكن صدق النهار هذاك نيت مشيت في العشيان اكسيون داكشي قررت نعمل لكم بلوك ديال اكسيون، وقلت سالي ممكن نعمل لكم بلوك اللي بدات لكم ديك نهاراتي. كما شفتوا درنا تيجي نتسخرنا وما جبرناش الزيت. ما جبرنا حتى شي بلاصه، بقينا 3 ايام وانا هكذا كنقلب على الزيت جبرناه يترو، جبرناه في الدي بجوج الايورو 50. المهم صراحه بالنسبه لي انا يعني الفكره من هادشي هذا كامل ماشي الواحد يبقى يحماق ويبقى يتسخر بحال بحال اللي
هل غتقاد الدنيا هل غتقاد السخره، يعني الواحد خصو يعيش حياته عاديه. الحاجه غاليه وما نشريوها شي، ماشي ضروري محتاجين الزيت، ماشي ضروري محتاجين الطحين، يعني الحاجه اللي غاليه مثلا غلو فيها بزاف خصنا نحاولوا ما نستعملوهاش باش هكذا ما يزيدوش يطلعوا على كثر بالور. ايوا نحبوا هذه المجبرات هنا غادي نخرجوا انا واسامه ان شاء الله يا ربي. عندو زوم ميركا بنفس شي سخيره هيدا تكون داغين 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 ان شاء الله يا ربي. ومن بعد غادي نمشيو نجيب واحد المصه من عند واحد البازار كنا هنا في مارطوري، واحد المصه شريتها لي صالون ديالي على حسب هادو خصني نحيدو. هادو صراحه مزيونين في الديكور ولكن ما كيصلحو والو، ديجا عندك غير شي واحد راه ما عندك حتى فين تحط كاش داتاي، ما عندك فين تحط حتى شي حاجه. وقبل ما نخرج قلت نحل معكم ما كنصعق لكم حتى قلت لكم شي ناكل شي بيبي لاين، المره دابا اللي غادي نحل معكم ان شاء الله يا ربي. بوينا انا نحل معكم نشوفها. بوينا ديك النهار سي يمكن كنت قلت لكم بان وصلنا كرسي ديال بيبي لاين. هاي اسامه سي السلام عليكم. وديك النهار سي ما قدرتش نحلو الصراحه، ما بغيتش نحلو عمدا غير نقدر نحلو ان شاء الله معاكم، بغيت نوريه لكم. بالنسبه ديال الكرسي هذا شريناه من امازون ماركه هذه هي كتبان نورس باي جاني كيبان. بون غنجيبو لكم غنهزو انا خوتي ماشي ثقيل بزاف الكرسي هو هذا بدينا كنحلوه ولكن ما حليناش كامل. وهاد الكرسي هذا كيقولوا لهم سيلاس دي كوتشي دي جروبو 0 1 2 3. اللي معنى ديالهم هاد الكراسي هادو كيبقاو مع البيبي مع العائل حتى كيكبر حتى كيخلي الاستعمال ديال الكرسي. عرفتي واش شفنا دابا هذا واش تقدر نعملو فوق البغال هيدا وزد ولا والو؟ على حسب نضمو فوق وقيلا خصنا بغولة، وقيلا خصنا بغولة نضمو فوق نجمولة ما نعرف، لأن هذا الريتم هذا اللي ماشي به داكشي اللي كيبان لي على الريتم ديال الكاسرين. حنا كنتشو حنا فهاد الساعة هادي كنضحكو على حساب معنا ما عملتش اللي عطا الله، والواحد ما ضحكش ما عنده ما يعمل. ولكن صراحة الله لا سيتواسيون إز موي غرابة حلقة الأسامة بالنسبة للثمن اللي طلع لي له الكاسرين. أخيرا توقيلا غادي نشوف بغولة، اسمع عرفتيش واش هاد عيط صلاح أنا نبغيه. لا مزيان وقيلا الا زولنا من هنايا باسي وصافي نزلت فوق هيدا الكرايو ولا وقيلا ها الباغ. لا هيدا المهم ربطو هيدا شويه اللي كيبان لي انايا صافي تخيلوا لا ينقف فوق فوق بغا فوق بغا بهاد الكرسي. المهم بالنسبه للكرسي هذا انا غنهز الكاميرا يمكن غنقلب لكم ندير لكم الديتايز ديالي. بوينا حبيبات ما ديرش في ديك الكره، هذه الكره اللي كنعمل فيها شويه ديال الخرفي ديال بيلاتيس. بالنسبه للكرسي الكرسي هو هذا، اول حاجه عنده واحد الباسين تحت مالي شوفوا نوريه لكم، وكتقدروا تستعملوه بالطريقه هذه ملي كيكون يلاه بيبي. بقى غادي ندخل نشارج في الفيديو ونشوف الطريقه ديال التركيب بالضبط قبل ما نركبه في الطوموبيل. هذه ملي كيكون يلاه بيبي كيكون يلاه يلاه بيبي باقا ستيتوا خاصها تجي هذا شويه مدوده، ومن بعد كيبقى يكبر وكتبقاو تكبروا وتزيدوا بياسات حتى كيقدر يوري يولي بحال هكذا، كيقدر يهز 36 كيلو هالي. بون هنا كاين انستروكسيونيس وداكشي باقا غادي نقرا، ولكن صراحه كيبان عليه مزيون كما كتشوفوا عجبني. عنده هاد البروتيكسيون هذا باش ملي يكون بيبي ملي لا ان شاء الله ربي زيد تكبر شويه غادي نحيدوه. بون ان شاء الله كثر كنبقى نفسخو شويه بشويه، وهذا خصو يجي شويه كثر هابط خصو يجي ممدود. المهم كما قلت لكم باقا غادي كنت نتفرج في فيديوز على حسب هنايا في كاخا كاين هنا واحد كوارير اللي غنقدر نتفرج فيه يمكن في الفيديو ونشوف بالضبط طريقه الاستعمال ديالو. ايوا حبيبات ديال هادشي اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه للكرسي دينا حنايا ب 100 اورو، نتوما عارفين امازون مره كطلع الاثمنه مره كتهبطهم، حنا ديناها ب 100 اورو. بغيت نخلي لكم ان شاء الله اللينك تحت، ما عرفتش فوقاش غنركبوه في الطوموبيل غنحاول ان شاء الله ربي نركبوه غدا، غدا ان شاء الله نركبوه نمشيو نغسلو الطوموبيل حسب عندنا مسخه باقي ما كتبناش نغسلوها، وديك الساعه ان شاء الله نديو الكرسي ونركبوه ونخليوه واجد ملي تخلق لها يعني الله الله يجيبها لنا بخير وعلى خير. شوفوا عملت هنايا الزريبيه اللي وريتكم وصلت بيك هاتين المشين انت هنا في الدار داخله الكوكي لا خليتي فاتحه عندها يلا كنا قلنا لكم غنمشيو نسخروا ميركادو. انا صراحه ما خصنيش شي حاجه كبيره خصنا شي دقيقات، ولكن تفكرنا انا واسامه بان عملنا انا وياه عادي نمشيو نسخروا في سوبر ميركادو اخر على حساب ميركادو. انا طلعت الاسم ديال كل شيء بزاف 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 ايو بيان سو كاين نايكا بويير ما خصناش
بحال غنقول لكم بقاو نشريو صفحه بحال اللي ما كيوقع والو بقاو نتسخروا عادي هايدك يعني بالعكس يعني شفنا مثلا واحد السوبر ماركت بقى كيطلع الاسمنا ولا قياس بوز ميلا ياس تنبقاوش نشريو من عندهم نمشيو نشريو من شي بلاصه اخرى وغادي نجربوا ليدل ليدل صراحه اللي كنا باقي صغيرين كان كيتسخروا بابا ما بزاف من ليدل انا اكبر كذبه ما يقولوا لك ما كاينش الزيت ما كاينش الزيت ما كاينش الزفره الله اعلم كاتشي كامل سياسه ضوء اعلم نسب كيقول لك شنو في اسبانيا كيقول لك بيدرو سانشيز شنو شنو بان الواحد اللي ريسبونسابل ب يعني بهالطلع ديال الاثمنه انفلاسيون هو بوتين زعما الرئيس ديال روسيا ولكن الزيت والغاز ولا بداو كيطلعوا من قبل هذيك كذبه معينا قلت لكم الزيت وغاسولينا وكلشي بدا كيطلع من قبل ما يبدا الحر يعني هذاك غير هضره خاويه بحال اللي غنقول لكم وصافي على داك الشيء خصنا نحاولوا كاملين بان داك كل واحد مثلا يشوف الحاجه طلعت ما يتشملش منا ما يتسخرش منا للضروره وصافي ما كاخذوش وقع هايده كل ما يحدد بنادم يحدد لهم يحدد لهم وما كي ساك اما مثلا بحال ما تبارح واحد الفيديوز في تيك توك ديال ميركادونا كيفكرني داك الشيء في الوقت ايام كورونا هذاك الاول باش تطلب الميركاس كانوا خاويين نفس المشكل وقع البارح عاوتاني ميركادونا كاملين خاويين ما فيهم حتى شي حاجه علاش علاش الناس دابا تخلعوا على حسب والقوا والقوا غادي يوقفوا يومين ثلاث ايام غيوقفوا الكاميونات ما غادي تاخد ما عندهمش يكون ثلاث ايام مورا بعضيتها هذه اول حاجه وثاني حاجه ماشي مزيان ماشي مزيان الواحد يعني خصو يامن بالله سبحانه وتعالى ربي تمن هاد الدنيا معايا ضيع ناسي ماشي نبقاو نحماق حنا نمشيو نتسخروا عادي ما نجيبو عرفتي ما تسخرنا حتى كيلو دراوز زايد السخره ديالنا عاديه كيما العاده كيما دائما وصافي كان شي حاجه مكتبه غادي تكون وربي ما غاديش يضيعنا صافي ربي هو اللي كيرزق وربي هو اللي غادي يعدل الامور وصافي بونو هذا الشيء هذا كامل داكشي اللي بغينا نقول لكم الصراحه كنحمسوكم اذا كان شي حاجه غاليه في سوبر ماركت كيطلع اثمنه ما تبقاوش تسخروا من عندهم يا طب بهذه الطريقه هذه يركتي في كاري خافوا شويه على الناس بوركي هادشي هذا بزاف بونو كنظن بان غنقدر نقول لكم اوفيسيالمنت غادي نبقاو نتسخروا من اللي داير بدلنا سوبر ماركت صراحه الله اللي داير صراحه ستانتيريان حتى هنا ما جبرناش الزيت ولكن شويه ولا علاقه باللي زاد هنا مع فرنسا هنا شويه كاينه شويه كاينه شويه باريرات ها قرين لي دير في فرنسا حاكرين هذا بصح هنا تقول قد بحال اللي كتنافس ميركادونا نيشا تقريبا خصوصا اسامه كيدار لكم على داكشي ديالو البروتينات وديك الدانونات ديالو كلشي كلشي الباريتاج ديالو فين ما جيتي في الحلوى صراحه طاموي بيان طاموي بيان الاثمنه ديالو باقي شويه معقوله بغينا جبرتونا جينا مرة مسا كيما قلنا لكم جينا هنا مارتورين بازار المدينة جينا من عندهم هاد المسا هادي صافي باش نضر نوريها لكم إن شاء الله يا ربي كتشبر شبرت مزيان زوينة سي الصراحة كان خصني نسجل لكم شوية شنو كاينة في وسط البازار ولكن تبارك الله ما شاء الله والله ما بارك الدنيا مطرطقة عرفتي ما عندك حتى منين دوز كدوز هيدا مدحس على بحال قاسم هذا المغرب ما جبرت ما نسجل لكم ما جبرت ما نوريكم ما قدرت نوريكم والو الصراحة تبارك الله ما شاء الله هزينا حنا غير سنة وديك خصني ندور خصني نزيد نشوف فوق الشوع ما جبرت فين ندور هزيت التمر النوا وهزيت المسة ديالي اللي جات موراها ودابا شنو غنعمل مع أسامة شوف حنا ندوز مورا شي بوكا ديوز شوف شوف الساعة دابا هادي الساعة بون جبرت من عندك جينا بحالنا للدار أسامة باقي كيطلع داكشي اللي باقي باقي خصو يطلع قفة ديال السخرة وكمال ديال المسة يلا طلع الجاجة من هنايا انا يمكن غادي نحوي هادشي هذا غنخوي نحيد هادشي من هنايا باش ملي نجيب مسا ان شاء الله نحطها ونوريها لكم انا لكم واحد الحاجه اخرى كنت ما وريت لكم شي في يوتيوب الناس اللي متبعني في انستغرام عليكم شافوها ولكن اللي متبعني شي في يوتيوب ما كنظنش يكون شاف بغيت نوريكم هاد السريه هادي اللي صراحه ركبتها هادي تقريبا واحد 20 يوم ولا اكثر هادي من نفس بازار اللي مشيت له اليوم بازار المدينه ديال مارتوري كيصاردو اونلاين خليكم على انستغرام ديالهم كيصاردو اونلاين سينو داك تو يعني بارسيلونا تقدروا تمشيو عندهم عندهم تما الديريكسيون ديالهم تقدروا تمشيو للحانوت وتشوفوا كلشي اللي عندهم تماياك نحيد هادو ديال هنايا هادو يمكن ان شاء الله ربي يضرنا تقدر نعملهم هنايا الجهه هادي تنحيد هاد دابا كلشي عندي هنايا تنحيد ان شاء الله الكرسي ديال بيبي لايان وكنظن بان هادو غادي نحطهم هنايا في الجانب يعني في الاخر ديال الصوفه
وهنا غادي نحط مسات، كنت محتاجه واحد المسات تكون شويه كبيره صافي كما قلت لكم. هذه صراحه ما عندي شي مره كنحط فيها تكاز ذات سيده، جا عندي غير شي واحد بغيت من غير شي مريان هكذا جالسه في الصوفة ما كنقدرش الصراحه. ها هو اسامه جاب لي الكمال ديال المسه، دابا قلت له يحط لي التماكيه والجاجه باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي. صراحه متحمسه كنظن غادي تجي مزيونه ان شاء الله. هنايا بالنسبه لهاد الحديده هذه صراحه خفيفه ماشي ثقيله اللي ثقيل بزاف، وهي هاد الدجاجه هذه ثقيله بزاف صراحه. سركبها لي اسامه حسن سي باي حط لي الدجاجه. بوينو هذا هو الشكل ديال المسطه. دابا غادي نحيد لها التيكيطه هذه بغيت كنت متراسه باقي نمشي نجيبها وغنمسحها نمسح لها الدجاج ديالها. غادي نحط فيها هذا الديكور هذا اللي عندي هنايا مؤقتا حتى شنو غادي نعمل. صراحه عجبتني سطا موي بيان، يمكن غنزيدها شتيتو هيدا وصافي. بارح حبيبتي هذا هو الشكل النهائي ديال المسا، كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. شوفوني كنصدم على المهم كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. صراحه انا عجبتني. بالنسبه ديال السنترو حطيت لها هادو دي مومنتو هما اللي عندي، قاعده كنشوف شي افكار. صراحه وسمحه صارني كتاكل بصح كامل مريضة. بوينو صراحه انا عجبني عجبتني المسا جاتني احسن من الاخرى. بعدا كيما قلت لكم بعدا كي جا عندك شي واحد كتقدر تجلس، ولا بغينا حنا مريضة هنا جالسين كنجبروا فين نحطوا شي حاجه. وبوينو حبيبات ديالي يمكن غادي نشد معكم البلوك ديال اليوم. كنتمنى يا ربي نكون جينا خفف نضرب فين على قلبكم كيعجبكم هذا البلوك هذا كنأكتواليزار لكم الحياه ديالنا. وابار دابا ما كنعملوش شي حاجه كبيره نتوما عارفين دابا الثقال داكشي كيما العاده ديال معايا. ايوانا حبيبات ديالي هكذا صافي تهلاو بزاف فراسكم. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه تخليوا اللايك ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله في امان الله.